ثم مرة لقونا هذا سأجعله نصائح متفرقة لي ولإخواني حتى يهيئ الله جل وعلا كتيبا تتناسب دروسه مع الفترة التي يتهيأ لنا فيها إيضاح ما يفتح المولى جل وعلا. وأنتم على خير وفي دروس متتابعة وآداب متنوعة، وحسبي أن ألمح إلى بعض الأمور التي لها صلة بالذين تعلموا ونعلمه. إن المسلم الذي والمسلمة الذي كلهم يسعون إلى تحقيق قوتين، القوة العلمية والقوة العملية، فإذا منح هاتين القوتين انطلق من خلالهما إلى إصلاح غيره. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالقسم الأول الإيمان والعمل الصالح، هاتان مرتبتان يكمل بهما الناجي من الخسارة نفسه، فيكمل نفسه بالإيمان. والعمل الصالح، فالإيمان إصلاح وتكميل وتطهير لباطنه، والعمل تكميل وتطهير وإصلاح لظاهره. فكمل نفسه بالعلم والعمل ظاهرا وباطنا، ثم ينطلق إلى تكميل غيره، امتثال لقوله جل وعلا: وتواصوا بالحق الذي آمنوا به وعملوا المختبر. فيكمل غيرهم بالحق الذي اعتقده وعمل به، ويصبر على ما يناله من الأذى. فإنك تجد مشقة في تكميل نفسك وإصلاحها، فإن النفس لها منازعة ومدافعة ومراجعة، وتحتاج إلى تربية وتدرج لتنتقل من أمارة السوء إلى لوامة، ثم إلى أن تكون مطمئنة، فيقال لها عند رحيلها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. فالنفس ميالة إلى الهوى، والهوى سمي هوى لأنه يهوي صحيح. قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه روضة المحبين ونزلة المشتاقين نحو من 40 ضررا من أضرار الهوى. قال ابن عباس: ما ذكر الهوى في القرآن إلا دم، أو ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا دم. قال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى. ولما
كما الله نبيه بصلاح نفسه كان كلامه ليس عن هوى. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عز من قائل: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، إنما أردت من هذا البسط اليسير أن تكبير الإنسان لنفسه يحتاج إلى معاناة، والعدل في جهاد مستمر مع نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. تأملوا إلى الحج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، قال: جهاد كل الحج والعمر، وهي أيام خمسة. هنا الجهاد يتقدم هذه العبادة، وجهاد في أثنائها، لكن الجهاد في أداء هذه العبادة في هذا العظيم في أيام خمسة تتتابع فيها الأعمال، لا سيما في يوم النحر المسمى بيوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تؤدى فيه. فسموه جهادا في خمسة أيام. طيب، نفسي ونفسك بين الجوانب، وللنفس جمول وطموح وآمال ورغبات وشهوات، فما تكاد تخبو نارها ويهدأ قوارها إلا بعرض من جديد. كلما رباها ونقرها وأصلعها وزكاها سكنت، فإذا وجد لها دواعي وأسباب تدعوها انتفضت من جديد بثورة على صاحبها. إن النفس أمرت بسوء، فاستمر العبد في إصلاح نفسه جهاد. قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، فهي دائما تتفلت من صاحبها، لا سيما عند أن تسعى في أبواب المعالي والرفعة والعلو، فإن لها جمول وشمول وتفلت. ولذا يذكر السلف في شأن المجاهدة للباطن، حتى قال بعضهم: جهاد النوايا أعظم من الجهاد المتعلق بتطبيق الأحكام. جهاد النوايا يتلبس العبد بعبادة صالحة يبلغ بأدناها العلا، يبلغ بأدنى تلك العبادة العلا من المقاصد التوحيدية، من المحبة والرغبة والخشية والإنابة، استعانة الاستعانة، نحوها من مقامات أعمال القلوب حبا وخوفا ورجاء. وتأتي شوائب تغزو القلب، وتبدأ مراحل المعاناة، ويدس الشيطان عوامل الخلط واللبس للإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أو أي لم يخلط إيمانهم بشرك، ولا يسلم طلاب الخير ورواده من غزوات الشيطان. ومن أيقظ الله بصيرته كان لقلبه شعور أعظم من شعور عينين بولوج بعض الأكل، وأعظم من نقاء ثوبه، فيتلمح العواصف الشيطانية التي تهب بحرارتها على قلوب أهل الإيمان، فهم في تلمح للآثار. وكلما حصل على قلوب غزوات تم في الإفاقة والمدافعة والرد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالحياة طول الجهاد،
وتأملوا حياة الأنبياء الصديقين الشهداء والصالحين، كلها حياة جهاد، جهاد في إصلاح النفس تربيتها، جهاد في أداء الفرائض والطاعات. بل سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأعمال المتعلقة بركن من أركان الإسلام جهاد. عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الأسباب: الإتمام والإكمال والإحسان، وكثرة الخطى، انتظار الصلاة، كلها متعلقة بالصلاة. قال: فذلكم الرباط. والمرافق هو الذي يقف يقظا شجاعا يحتسب كل ما هو فيه في صيانة ثغور البلاد وحفظ حوزة العباد. فالمرابط القائم على الثغور والمنافذ التي يتوقع تسلل وتسرب الأعداء إلى البلاد والعباد من خلالها، مرابط. وأنت في كل صلاة يحتاج إلى وضوء، وقل من يكرر الوضوء، لا، قل من يحافظ على الوضوء فترة، وإلا فالغالب التكرار. واستجب إلى المساجد، ولا تسقط صلاة الجماعة إلا لعذر، إلا فالقول الراجح أنها واجبة، والصلاة المنفرد صحيحة مع الإذن أرجح الأقوال. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يحتاج إلى مجاهدة، لتكن هذا الجهاد في ركن من الأركان. فكيف بالجهاد المتعلق بصون الأبصار؟ تذكر علامة القيم رحمه الله أن أناسا يكونون على الصلاة ويبتلى ببعض القضايا، ومنها رجل صالح لكن يبتلى بالنظر، ابتلي بذلك. وبعضهم منهم من هو رجل صالح ويبتلى بالشبه، منهم من هو رجل صالح ويبتلى باللسان وما يخرج منه من أنواع الآفات، ومنهم من هو رجل صالح ويبتلى بالتسمع، منهم من هو رجل صالح ويبتلى بسوء الظن، منهم من هو رجل صالح وأخلاقه مع امرأته أشد ما تكون إساءة ظلم. فللناس منظر وهيئة، ومع أهله وأولاده شخص آخر لا يجدون ألفة ولا مودة. ومنهم من يبتلى بالتجسس، واحدد ما شئت، وهذا كله يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعاوده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن العبد المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، لو كان تذكر. فقسم المؤمنين إلى قسمين: قسم له ذنب يعاود ما بين حين وآخر فهو في جهاد، وقسم آخر له ذنب هو ملازم له، ستر الله ذلك الذنب عن أعين الناس لما له من محاسن وطاعات وقربات. وإذا الحبيب أهدى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، ولو أن للذنوب روائح ما اقترب بعض من بعض، كما قال بعض السلف ولعلهم يسمى المسعود: لو أن للذنوب روائح لفرق الناس منها، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبغت بعد كرامتي بهوانا. إذن على هذا لا يسلم المتقي من ذنب،
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان توقعوا في ذنب بسبب هذا الطائف تذكروا لهم مغفرة. وذكر الله عز وجل المتقين وجمع من صفاته وجعل من صفاته والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم فاستغفر الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قد ترد رجلا صالحا مبتلى بتواصل مع النساء عامدا، قد ترى رجلا صالحا مبتلى بمراسلة النساء، قد ترى رجلا صالحا مبتلى بمردان، قد ترى رجلا صالحا مبتلى بسرقة، وهكذا أنواع من الخلق. أذل الله المؤمنين ببعض الذنوب ليعودوا إليه، فمن استمر وأصر على الذنوب كشفها، فما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علني. وهبني كتمت السر أو قلت غيره أتخفى على أهل القلوب السرائر، أبا ذاك أن السر في الوجه ناطق وأن ضمير القلب في العين ناظر. المراد عودة إلى ذي بدء، أننا بحاجة إلى أن نكمل أنفسنا وتكميل أنفسنا بالعلم والعمل، إذ الإيمان لا يقوم إلا على علم والعمل لا يقوم إلا على علم. فعاد روح الإيمان والعمل العلم، روح الإيمان وروح العمل العلم. فإيمان وعمل بلا روح جسد لا يتحرك. قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم يأتي العمل. تعلم أنه لا إله إلا الله، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا نسعى إلى تكميل أنفسنا بالقوة العلمية والقوة العملية، ثم يترتب على القوة العلمية العملية أننا بحاجة إلى أن يكون هذا العلم والعمل قائم على أسس عظيم، ألا وهو الإخلاص. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر بغير إخلاص لا خلاص، يقين بغير إخلاص لا خلاص. فلا يخلص العبد إلا بالإخلاص، وبالإخلاص تنال العلوم، وبالإخلاص يكون الخلاص من أنواع الهموم السيئات والفواحش والمنكرات، كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلص. ومن أكرمه الله بالإخلاص ما قل من عمل ولو كان كعين الذباب ومقدار الخردلة والبرة، فإن الله ينميه له حتى يصير كالجبال. دخلت امرأة النار في هرة سقيا هرة في سقيا كلب، ودخلت امرأة النار في تعليب هرة، ودخل رجل الجنة في إزالة غزو شوك. أليس الدخول بمجرد العمل فقط أنه أزاح أو نحى أو قطع أو سقط؟ كلا، هذا العمل له روح قائم على الرحمة للخلق والمخلوق والإخلاص للخالق، فكان لذلك النجاة. وإلا بالحقيقة شأن المرائي كرجل يحمل جراب رمل على ظهره فهو يثقله ولا ينفعه. ويقولون من علامة العجر أن ترى أن عندك ما ليس عند غيرك، من علامة العجر أن يرى الإنسان أن عنده ما ليس عند غيره. فمن شعر بهذا الشعور فعنده شعور من العجر، ولا يسلم إلا من سلمه الله. وأقول من كان فيه وكلنا فيه إلا من رحم الله، يسعى إلى محاولة الإزالة والكشف والتنظيم. ومن أعظم عوامل تحصيل الإخلاص مجالسة المخلصين، ومن أعظم أعمال
تحصيل عامل الإخلاص تلاوة القرآن والسنة والنظر في أعمال المخلصين الصادقين، إن ذلك يفتح للعبد أبوابا من تحصيل الإخلاص. وقال بعضهم من علامة الإخلاص أن يكتم العبد أعماله بل ذرات أعماله كما يكتم سيئاته، فلا يحب أن يطلع أحد من الخلق على ذرة من عمل، لأنه بينه وبين الله عز وجل. قد تستدعي بعض المواطن والأحوال أن يبث الإنسان شيئا مما عنده مما بينه وبين الله من خبيئة، لأن مقتضى الحال الإخبار لمصالح والمنافع. وعلى هذا أدلة متعددة في إخبار بعض المخلصين عن بعض أعمال لمنافع ومقاصد، وإلا في الأصل أن المخلص يختبئ أعماله. إذن سعينا في هذه الكلمات العابرة إلى تحصيل القوتين التي بهما الكمال الذاتي، القوة العلمية والقوة العملية، وكلاهما قائم على العلم، وكل ذلك قائم على الإخلاص. فإذا كنت أنا وأنت نجد مجاهدة ومجالدة ومعاندة من قبل النفس فسيرنا الجهاد، فكيف من أراد أن يكمل غيره؟ إن يحتاج إلى صبر. وإذا قال الله عز وجل يا بني حاكيا قول لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما صابك، بعد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على ما صابك، فإن إبلاغ الدعوة إلى الغير يعد جهادا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فتكبير الآخرين فيه صعوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالق الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالق الناس ولا يصبر على أذاهم. أقول وفي كل خير. فأكون استفدنا هنا في لقائنا هذا أمورا ملخصها أو تلخيصها، بحاجة إلى تكبير أنفسنا بالقوة العلمية، قوة العملية في تحقيق الإيمان والعمل الصالح، وروح ذلك الإخلاص وبه الخلاص، والسعي في مداواة النفوس. وأننا إذا كنا نجد جهادا لأنفسنا ونحن نملكها، أي لنا السلطة عليها في تربية وتأديبها، فإن تكبير الغير بالقوة العلمية العملية يحتاج إلى جهاد أعظم وأكبر. فهيئ نفسك إلى تكميل نفسك وتكميل غيرك، واستعن بالله، فإن من استعان بالله أعانه، إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم إلى سبيل السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. المشرفان غدا إن شاء الله أخونا القاسم الثابتي وأخونا أصيل التعزيز.